توالى كل ماتش بيضيع داخليا، النهارده نقطتين امام انبي، شايف الامور ايه؟ اكيد الامور صعبه، واكيد الجماهير من حقها تقلب عشان يعني النادي الاهلي، وبتخاف على النادي الاهلي، مش متعودين النادي الاهلي يكون في المكانه دي. انما انا بقول لك ان اعتقد ان النهارده في حاجه مختلفه، في روح كبيره ظهرت النهارده. احنا كجهاز فني راضيين تماما عن الاداء النهارده، بتلعب فرقه برضو كبيره، فريق انبي فرقه كبيره في الدوري، بتلعبك بكل شراسه. النهارده كان في استحواذ اعتقد معظم المباراه لينا، وصلنا وضيعنا اهداف بخلاف مباريات كتيره سابقه قبل كده، انما في النهايه مدحت النتيجه والتوفيق بتاع ربنا، المهم انك تبقى مقتنع ان عملت اللي عليك. اعتقد النهارده هتبقى بدايه كويسه الفتره الجايه ان شاء الله. ايوب، يمكن واضح كان في ضغط عصبي، يعني رغم ان مجلس الاداره جدد الثقه في الجهاز الفني، في ضغط عصبي كبير. شفنا لاول مره الجهاز الفني بالكامل بيقوم بيعترض بشده على قرار الحكم في الكره اللي كان بيطالبوا بحساب ركله الجزاء. مش موضوع ضغط عصبي يا مدحت، ولكن انت عارف ان في وقت بيبقى حساس جدا. كل قرار بيبقى فيه مصيري، مش عيب انك تاخد ضربتين جزاء او ثلاث ضربات جزاء لو هي صحيحه تماما في المباراه. من وجهه نظرنا ان ضربه الجزاء كانت صحيحه وكانت ممكن تفرق معانا في المباراه والثلاث نقاط، انما هي وجهه نظر الحكم بنحترمها، انما احنا احساسنا واحنا قاعدين بره احساس طبيعي انك بتعترض باحساسك ان الكوره فيها شك او كلام من كده. اخيرا، هل تشعر بالقلق من عدم امكانيه التاهل للمربع الذهبي في الدوري؟ ما عنديش قلق تماما، النادي الاهلي اكيد هيتاهل. بقول لك النهارده خطوه ايجابيه كبيره جدا بالنسبه لنا للاداء والروح، واكيد ده هينعكس علينا الفتره الجايه ان شاء الله. شكرا. ده كان لقائنا اعزائي المشاهدين مع احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي. عوده سريعه للاستوديو التحليلي مع الكابتن شويه.